السويد بتمنع سفر أطفال المهاجرين مع أهاليهم لبلدهم الأم إلا بإذن السلطات. الشائعة انتشرت على وسائل التواصل، ولكن في مين وضعها بصيغة إثارة وكأنه كل أطفال المهاجرين ممنوعين من السفر مع أهاليهم بدون إذن مسبق. أولاً، من الصعب أنه يتقبل العقل مثل هيك معلومة لأنها غير منطقية وأكيد بتتعارض مع قوانين أي بلد مو بس السويد. ثانياً، أي حدا بيشوف هيك معلومة لازم يحاول يدور على مصدر تاني ليتأكد ومصدر موثوق. الكومبس نشرت عن الموضوع واتضح أنه الحقيقة هي التالية. صحيح أنه البرلمان السويدي وافق على قانون بيوسع إمكانية حظر سفر الطفل دون سن 18 عام لبلده الأم، ولكن بعدد من الحالات، منها الاشتباه بالتزويج القسري وختان الإناث ومعسكرات التربية اللي بتهدف لتعليم الطفل معايير ثقافة الشرف أو الانضمام للمنظمات الإرهابية أو العصابات الإجرامية، إضافة لكل ما من شأنه أنه يضر بصحة الطفل ونموه، أو تهريب الطفل من القرارات المتعلقة بالرعاية القسرية من قبل الخدمات الاجتماعية أو من قرارات الحضانة. يعني إذا في قضية خلاف على الحضانة بين الأم والأب رح يصير كتير من الصعب أنه أحد الوالدين يسافر مع الطفل دون إذن، ورح يبدأ تنفيذ هذا القانون الجديد مطلع الشهر المقبل 1 يونيو. المحامي مجيد الناشي تحدث عن ظروف إصدار القانون وأكد أنه حوالي 900 طفل غادروا السويد خلال 5 سنوات بدون رجعة، خاصة لدول ما بتستطيع السويد ترجعهم منها، وأنه مقاطع ظهرت على السوشيال ميديا تتباهى بتهريب الأطفال من السويد أحياناً دون رغبة أحد الوالدين أو هرباً من القانون، مما أثار انتباه السلطات لسن مثل هذا القانون يلي حالياً عم تنتشر حوله إشاعات ومعلومات مضللة. حتى تتأكد من معلومة شاكك فيها أو تعتبرها ناقصة، خاصة إذا كانت هاي المعلومة بتتعلق بالسويد، ما عليك إلا تكمبسها. حط كلمة الكومبس على محرك بحث مثل جوجل وبعدها كلمات مفتاحية بتخص المعلومة مثل قانون، سفر، أطفال إلى آخره، لتوصل لعدة مقالات على موقع الكومبس. وقتها أكيد رح يتشكل عندك أساس صحيح لأي قرار أو تصور ممكن يأثر على حياتك اليومية. شاكك بمعلومة بتخص السويد؟ كمبسها.